افحص مبيض، اخش الاقي ايه على المبيض؟ مين يا اخواننا هنا دكاتره؟ الله ينور. كوربس فوليتي، جريفيان فولك، ايه تاني؟ فلوكلر سيست، ايه تاني؟ ايه تاني ممكن الاقيه؟ تمام، ايه تاني؟ ما ليش حاجه خالص. سموث ان اكتف اوفري، يبقى اول حاجه عندنا مبيض ما فيش فيه اي تركيب. انا بحط ايد اهو، انا راجل حضرت في مئات الالوف من الابكار والجاموس، حطيت يدي. لما باجي احط ايدي بمسك بايدي كده الرحم، امسك اطمن الرحم سليم، واخش على المبيض. اعلان مهم جدا هيجي لنا الحلقه دلوقتي بتاع السنكرونايزيشن، هنتكلم عليها، او الفقره بتاع السنكرونايزيشن هنتكلم عليها، لازم نبقى فاهمين القصه دي كويس قوي. بحط ايدي بفحص المبيض، اول حاجه ممكن تقابلني ان انا ما لقيش عليه اي تركيب، صغير ما لهوش اي وضع، وحيوان بلاقي الحيوان شكله العام بور كونديشن، والهيلث بتاعه فيري باد. اعمل ايه في حاله زي دي؟ انا بس بعمل، انا هطلع خارج الشريحه بس ايه، ها معاكم برضه. اعمل ايه في حاجه زي دي؟ اول حاجه اظبط التغذيه، اقول للراجل الطيب اللي معايا يا عم الحاج اهتم بحيواناتك شويه، وابدا حط الاكل بتاعك، زود فيه شويه رده، واجيب شويه ثنائي فوسفات الصوديوم اللي عندي اللي انا بديه ببلاش في المدريات، ابدا اديهوله ببلاش عشان يبدا يشتغل عليه. يبقى اول حاجه بعملها اظبط الاكل بتاعك، وادي ثنائي فوسفات الصوديوم، وادي الرده. وفي حاجه مهمه ده بالنسبه للهيلث كونديشن، هيلث كونديشن اظبط، اظبط كل حاجه، دي وورمنج والاكل وكل حاجه كحيوان. في المبيض اعمل ثنائي فوسفات الصوديوم، وادي الثلاثي اللي انا بقول عليه ده، اللي هو ده بتاع اللي انا بحبه، اللي هو تونوفوسفان الف دال 3 كالدمال. الكلام ده لدكاتره، مش عشان ماليش اقول لك ده بيساعد الباراميديكال، لان انا زقاني بتوع الباراميديكال دول اصلا يعني، واخد بال حضراتكم؟ فمهم جدا قوي ان احنا ندي ايه الثلاثه دول، الف دال 3 15 سنتي، تونوفوسفان 15 سنتي، كالدماج 50 سنتي. ادي الكالدماج كله في المكان واحد، ادي 25 هنا و25 هنا. استمر بالعلاج ده قد ايه؟ من 3 ل 5 ايام. مليون في المية الحيوان هيجي صاحبه يقول لك ده شاع. مليون في المية، انا بقول لك مليون في المية هيجي يقول لك تمام الله ينور، الحيوان بدأ يشيع معايا. يبقى ده أول حاجة ممكن ألاقيها على الإيه؟ على المبيض. ألاقي حاجة تانية إيه على المبيض؟ ألاقي تاني؟ ممكن الاقي، الله ينور عليك، الجروينج فوليكل. الجروينج يعني ايه الجروينج؟ هلاقي فيه المجموعه الصغيره اللي هي بسميها التجميعه، او السيلكتد، او الدوميننت اللي هي السائده او المختاره، مجموعه من البويضات دي اللي انا هنجيبها على الشريحه وريها لو هي موجوده. حاجه زي دي هتلاقي مجموعه كبيره من البويضات جايه على المبيض. رجعت تاني للاصل. طب حاله زي دي اعمل ايه؟ دي بقى اللي انا بقول للدكتور بتاع التلقيح الصناعي، مهم جدا عشان يوم الاربعاء احنا كان في تخطيطنا ان شاء الله هتبقى الشهر الجاي بعد كده، يختار الحيوان اللي زي ده اللي هو عليه البويضات الناميه ديت، يدخله في برامج ايه؟ التزامن الشبكي، او برامج التلقيح الاجباري، او برامج الاوفي سينك. مهم جدا ان انت تختار النوعيه دي، ما جيش اختار واحده عليها جسم اصفر وادخلها برامج تزامن شبكي. ليه؟ انا بدي هنا في حاله الجروينج فوليكل، لو انا مش هلقى حتى مش هعمل تزامن شبكي، هدي ايه؟ فوليكل ستيمولييتنج هرمون، اللي هو اف اس اتش ريزنج هرمون، اللي هو موجود في السوق الريسبتال او الفيرتاجين. هيعمل ايه؟ هيزود لي الماتوريشن بتاع الفوليكل دي، هيزود الماتوريشن، نتيجه بعد كده يحصل ايه؟ الاوفيوليشن. الاوفيوليشن يحصل ايه؟ التلقيح. احنا هدفنا كلنا كاطباء تلقيح او اطباء تناسليات او شغل تناسليات، ان انا ارجع الحيوان ده اخليه يعمل اوفيوليشن، اخليه يوصل ان هو يعمل لي مرحله التبويض. يبقى انا حطيت ايدي لقيت الجروينج فوليكل، اديت اف اس اتش ريزنج هرمون. طيب ما لقيتش الجروينج فوليكل، لقيت الجسم الاصفر. اسال نفسي الجسم الاصفر ده فانكشنال ولا بريزيستنس؟ يعني ده الحيوان ده عامل حج بيك معاك في دوره طبيعيه، ولا الحيوان ده راكن بقى له فتره؟ لو قال لي راكن بقى له فتره، يبقى انا اعرف ان ده بريزيستنس كوربس ليوتيوم، يبقى ادي البروستاجلاندين اف 12. بدي بروستاجلاندين اف 12 ليه؟
عشان يعمل فازو كونستريكشن للبلاد سبلاي اللي رايحة للسي ال عشان يعمل له لايسنس عشان يخش في الايه؟ في الاوفيوليشن. طيب ده اللي انا ممكن الاقيه. الحاجة التالتة اللي انا ممكن الاقيها بقى لقيت سموث، ومرة لقيت جروينج فوليكل، ومرة لقيت ايه كوربس ليوت. وبقول لاخواننا اللي هم اطباء اللي شغالين في المجال اعمل كده، لان احنا لما نختار ناس يشتغلوا في القوافل لازم يكون الناس دي بتعرف تفحص كويس قوي، ولازم ما تدخلش الحيوان في حالة برامج الا ما يكون البرنامج ده الحيوان ده في عليه جروينج فوليكل، ما تدخلش حيوان عليه جسم اصفر. وهنقول ليه في السنكرونايزيشن، هنقول ليه. نرجع للسوق للشريحه بتاعتنا عشان ما نخرجش عن موضوعنا. المنطقه دي اللي هي الايفكت بتاع البروستاجلاندين، امتى البروستاجلاندين يشتغل وامتى ما يشتغلش. ما يجيش واحد يحط ايده حيوان لسه حصل له اوفيوليشن او حصل له تبويض ودخل في الشياع وطلع من الشياع بتاعته عامل بوست الاسترس بليدنج ويقول لي ده عليه جسم اصفر، ده هدي له بروستاجلاندين، مش هيحصل له حاجه. بالظبط يا فندم، او من 6 لـ 8 ايام ده الفتره الميته، ما تديش نو افكت للبروستاجلاندين. ادي البروستاجلاندين من بعد اليوم السابع لليوم ال 18 من السايكل، من 18 ل 21 ما تديش، من 0 ل 7 ايام ما تديش. ليه؟ لانه ما هيشتغل على ايه؟ البروستاجلاندين اللي بديه بيشتغل على ايه؟ بيشتغل على السي ال، بيروح للدم اللي رايح للسي ال يخنقه عشان يموت، هو اصلا ما بالسي ال اتكون. يبقى انا بدي بروستاجلاندين على الفاضي، تمام؟ يبقى دي من الحاجات اللي انا برضه بحب اقولها للناس اللي بيشتغلوا في الفيلد، اللي عايزين يشتغلوا في الكلام، موجه اكتر لدكاتره التناسليات اللي بيحبوا شغل التناسليات. ده اللي انا بقول عليه اللي هو البويضات الجروينج فوليكل. تلاقي دايما، ما احنا كان زمان عندنا معتقدين ان دي سايكل واحده يا دكتور سيد، معتقدين ان الويفز دي سايكل واحده مره واحده. لا، ده بيحصل من 3 لـ 4 ويف يا دكتور. يعني 3 لـ 4 ويف يعني ايه؟ يعني عمري ما هلاقي على المبيض استراكشر واحد، عمري ما هلاقي جروينج، عمري ما هلاقي جرافيان فوليكل واحده. ده انا هلاقي اللي هي بنسموها التجميع، سماها السيلكتد الدوميننت، الاخر خالص الاقي الايه؟ الاوفيوليشن. يعني هلاقي على المبيض الصغير ده مجموعه كبيره من البويضات، مبيضات صغيره، مبيضات مختاره، مبيضات سائده، لغايه ما اوصل للجولن كولك. دي مهمه جدا اللي احنا بنسميها الفلوكلار ويفز. الويفز دي اللي هي من 3 لـ 4 ويفز، في اي استراكشر، اي لقطه هاخدها للمبيض في الوقت ده هلاقي ايه؟ هلاقي عليه الرسمه دي، هلاقي عليه نوع من الفوليكل. عشان كده دايما بقول جروينج فوليكل، بختصرها بكلمه ايه؟ جروينج، اللي هي السيلكتد والدوميننت والريتيكولمنت، تمام؟ اللي بعدها هي باينه هنا حتى اهي، الريكولمنت والسيلكتد والدوميننس، وبعد كده يحصل لها الاتريشيا ويطلع اوفا تاني ويستمر الوضع تاني. هو ده اللي انا عايز اوصله. طيب هنلاقي عليه ايه؟ اللي احنا قلناه في الاول خالص، هنلاقي عليه حاجه من كام حاجه؟ من 6 حاجات. يا اما ما الاقيش حاجه خالص، وقلنا العلاج بتاعها ايه؟ هي دي الشريحه اللي انا اجبتها في الاول، وقلنا العلاج بتاعها ايه؟ او ان انا الاقي البويضه الناميه. ادي ايه البويضه الناميه؟ شوف انا الناس معايا صح ولا لا؟ الله ينور عليك. او الاقي الجسم الاصفر يا دكتور، ادي له ايه؟ الله ينور على سعادتك، تمام. او الاقي الحاجه اللي بعد كده، الجسم الاصفر تحول لتوليال سيست، ادي دبل دوز من الايه؟ من البروستاجلاندين. او الاقي فلوكلار سيست. هو دول الحاجات اللي انا ممكن الاقيهم على المبيض. ده مفيش غير كده، هحط ايدي مفيش غير كده. المشاكل الثانيه اللي ممكن الاقيها من اللي بياخد من المبيض ويروح للرحم، قناه ايه؟ قناه فالوب. قناة فالوب أنا كراجل بتاع تناسليات المفروض ما أحسهاش خالص نهائي. يوم ما أحسها وأقول إن عاملة زي الحبل، أقول خلاص الحيوان ده عليه العوض فيه. أقول له عامل حاج، مفيش فايدة، بيع الحيوان ده. يبقى حصل فيه سالفنجايتس، في حصل التهاب في قناة فالوب، حصل فيه مشكلة في المسافة اللي بيحصل فيها الإخصاب، راحت. فمش هيحصل فيه إخصاب خالص. عشان كده بقول له من دلوقتي سمنها وباح، بدل ما اقعد اتعب نفسي معاه وتبقى جايه في سايكليك وشياع ومية مية، بس عندي مشكله في الوعاء الناقل اللي بياخدها من المبيض لايه؟ للرحم.
دي السيست الطبيعية زي ما احنا ورناها قبل كده، والسيست اللي مش طبيعية، يعني المبيض الطبيعي اللي عليه علوش سيست، واللوتوليال سيست، ودي الفلوكولار سيست. طبعا كلكم عارفينها وبتحسوها. الفلوكولار سيست عشان تميزها من اللوتوليال سيست، مجرد انك بتمسك المبيض بتفرقع في ايدك. ارجوك ما تفرقعهاش، فرقعت لوحدها حط ايدك على المبيض فتره دقيقتين او ثلاثه عشان تعمل الهيموراج اللي بيفضل ده يقف، يعمل ستوبنج للهيموراج. يعني انت ما تحاولش تعملها، بس هي عشان سن قوي ممكن تقوم منفجره في ايدك وانت ما انتش واخد بالك. لو حصل انفجار في ايدك تقفل. دي اللي انت بتسميها الفلوكولار سيست، دي اللي انت بتعالجها بالاف اس اتش ريليزنج هرمون، دي اللي بتدي لها ريسبتال 5 سم. الثانيه بقى الناشفه الجامده اللي انت تاخدها دي الليتوليال سيست، دي اللي بتعالجها بايه؟ بالبروستاجلاندين اف 12. مهم جدا الحكايه دي، ان انت تبقى عارف الفرق بين الفلوكولار سيست والليتوليال سيست، والفرق بين الجسم الاصفر والبويضه. مهم جدا في احساسك. الجسم الاصفر تلاقي دايما في حاجه طالعه لفوق شويه كده، البويضه تلاقي في حاجات تحت صبعك، مش هتلاقي ديبريشن، هتلاقي واحده صغيره وواحده كبيره تحسها في حب كده، حب كتير تحت صبعك وانت ماشي. ديت اللي تدي لها الاف اس اتش. دي حاجات مهمه جدا في التشخيص بالنسبه لكم، عشان تبقى ايه، لو طلعنا قوافل مع بعض يبقى احنا عارفين.